اقترب انتر ميلان بشكل كبير من بلوغ المربع الذهبي لدوري ابطال اوروبا بفوزه المثير على مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الثمانيه من البطوله القاريه، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي، ثم تقدم نيكولو باريلا بهدف لانتر ميلان في الدقيقه 51، وتبعه المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدف الثاني من ضربه جزاء في الدقيقه 82.